من ناحيه ديال الاقبال على الشبكيه هذا العام هذا كومين، بعدا الا قارنا مع العام اللي فات كاين شويه ديال الاقبال الحمد لله، وكان الانسان الناس باقي مخلوعين شويه، الناس باقي كاين شويه ديال ما يقدرش يخرج كيخاف من هذه، راك عارف دابا مع لا كونفيرمون، ولكن الحمد لله بنادم كيعدي شويه الحمد لله، لا شويه والحمد لله الحمد لله، بنادم كل واحد والاستطاعه ديالو، يعني بنادم راك عارف دابا كاينين الناس اللي ما خدامينش اللي باقي ما خدامين، كاين ماشي بحال شحال هذه الناس كانوا خدامين ومحركين، بنادم راه كيتقدى كله على كتجيب والله يكون في العون، الناس راه الاكثريه باقي جالسين، ودابا راه شحال من واحد سدوا لي ثاني في هذا رمضان، بنادم كيضرب حسابه ما يقدرش يمشي يخسر الفلوس في شي حاجه اللي هي واخا نقدر نقولوا رئيسيه في رمضان، ولكن مقارنه بالاساسيات كتكون كماليه، والحاجه راه طبيعيه حاجه باينه، راه الناس مضرورين مساكن الله يكون في العون، حاجه باينه انه بنادم ما خدامش راه ما يقدرش يوفر راسو كاع داك الشيء اللي بغى، يعني الناس كيشوفوا الاساسيات هما الاولين عاد كيشوفوا الكماليات، بنادم اللي كان كيدي في رمضان 20 كيلو ولا 15 كيلو ديال الشباكيه مع هاد لا كونفيرمو هاد الزيار اللي كاين دابا راه غيدي 3 كيلو ولا 4 كيلو باش يوفر الحاجيات الاخرين، فهمتي باش يوفر يقاد ما بين هكا وهكا، ما يخليش راسو يتقسع عاوتاني، وراكي عارفه دابا من ورا رمضان راه جاي ثاني العواشر وجاي العيد الصغير الله يكون في العون، كاينه العاديه المغربيه اللي كتسمى المخرقه، وكاينه الزلابيه الفاسيه هذيك ديال فاس هذيك هي، وكاينه المراكشيه، وكاينين البريوات، كاينين البريوات هذه حتى هي مخرقه، هذه المخرقه المغربيه العاديه المعروفه، هذه هي المعروفه عندنا بزاف في المغرب وهي اللي كيتداولوا الناس بزاف، هي هذه العاديه هذه، وهي هذه اللي كتكون في الطابله بزاف، الاغلبيه يعني دخلتي للطابله ديال المغاربه الاغلبيه كتلقاي هذه، قليل فين غتلقاي هذه الفاسيه هذه ولا المراكشيه، هي معروفه، وكيف ما قلت لك هذا العام هذا راه ما تقدريش تقارني بالاعوام اللي قبل، يعني ما تعرفش. وبنادم راه كان كيتقدى راه ما يقدرش يتقدى دابا بزاف، هذا كاين فرق، كاين فرق ما بين الاعوام اللي فاتت ودابا في لا كونفيرمون ديال كورونا، بنادم راه ما يقدرش ياخذ نفس الكونتيتي اللي كان كياخذ شحال هذه، بنادم كيضرب حسابه حتى هو الله يكون في العون.